بخبر مهم عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة غادر بالفعل مطار القاهرة الدولي واتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. دي زيارة بتستغرق حوالي 6 أيام، المشاركة في أعمال الدور 37 للأمم المتحدة اللي انطلقت بالفعل الثلاثاء الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية. الحقيقة أنه الرئيس هيلقي كلمة مصر في النقاش العام للقادة والرؤساء المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هيبدأ إن شاء الله الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون محوره تعظيم وتوسيع دور الأمم المتحدة وتوثيق صلتها وأهميتها للجميع، القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة لتهيئة مجتمعات يسودها السلام والتكافؤ. الرئيس هيترأس الاجتماع رفيع المستوى للمجموعة 77 اللي بتتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري، ودي المرة الثالثة في تاريخ هذه المجموعة. هيلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، ده هيتضمن استعراض الدور المصري لدعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، وده أسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب. هذه الزيارة إذن مهمة جدا، والحقيقة أنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أنه بيان مصر الذي سوف يلقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة هيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤية مصر لأولويات حفظ السلم والأمن العالميين. والحقيقة أن دور مصر في المنطقة العربية، ولا أبالغ عندما أقول دور مصر المحوري في الكثير من القضايا الإقليمية أيضا، ده دور مهم جدا، وأعتقد أنه الغافلون أو من لم يكن يرغب في منذ سنوات قليلة أن يعترف بأهمية وقيمة هذا الدور، الدور المصري، أعتقد أنه الآن بيرضخ أمام الإرادة المصرية، ودور مصر الحقيقة أصبح بيتصاعد وتتصاعد أهميته كل فترة نتيجة يعني السياسات المصرية تجاه الكثير من القضايا ودعم مكافحة الإرهاب الدولي وفكرة العمل على مكافحة الإرهاب. الحقيقة أنه السفير محمد إدريس مندوب بمصر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك قال أنه اللقاءات الثنائية اللي هيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هتتضمن طبعا لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. هيبقى طبعا ده لقاء مهم جدا، واعتقد انه ده كان لقاء مرتقب منذ فتره، وكمان هيبقى فيه ترتيب لعدد كبير من اللقاءات الاخرى بين الرئيس السيسي وكبار القاده المشاركين في الاجتماعات في نيويورك. خلونا ناخد هاتفيا معالي السفير. طيب بعد قليل هيكون معانا اتصال ايضا للحديث اكثر عن خلونا ناخد الآن هاتفيا الأستاذ عماد خليل زميلنا الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم موجود الآن في نيويورك. أهلا بيك يا أستاذ عماد. أهلا. أنت موجود دلوقتي في نيويورك بالفعل؟ بالفعل. طب هو الرئيس وصل يا أستاذ عماد ولا لسه؟ لا، على وصول يا فندم. هو في أعداد كبيرة جدا من المصريين هنا جاية من نيويورك وولايات قريبة في جيرسي، وعدد كبير من الاماكن في نيويورك زي بروكلين ومن منهاتن البيت، ويعني منتظر ان اكثر من ساعه في انتظار الرئيس للترحيب فيه امام مقر الاقامه. طيب انا اتكلمت دلوقتي من شويه على فكره انه الرئيس هيترأس الاجتماع رفيع المستوى للمجموعه 77 ومصر بتتولى رئاستها خلال العام الجاري، ودي المرة الثالثة في تاريخ المجموعة. يعني كلمنا أكتر عن أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الأمم المتحدة، ما هو المنتظر؟ كمان يعني الكثيرون يتساءلون عن اجتماعه المرتقب الثنائي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني كلمنا عن مجمل أهمية هذه الزيارة. هو بيكون محفل دولي، وفي نفس الوقت زيارة الرئيس من 2014 بتكون محطة انذار العالم كله، وكبار القادة في العالم وعلى رأسها رئيس ترامب، المستشارة الألمانية ميركل، الرئيس الفرنسي، كلهم أكدوا ان هم يعني طلبوا مواعيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن كمان البيت الأبيض أعلن ان الرئيس ترامب هيقابل 5 قادة فقط منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ودي يمكن مش المره الاولى، حتى السنه اللي فاتت كان في حاجه لفتت الانظار ان الرئيس ترامب ومعظم الساده كانوا بيروحوا لمقر رقابه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لحضورها في المنطقه في الفتره الحاليه ودورها في مكافحه الارهاب، وايضا يكون في لقاءات اخرى مع كبار رجال الاعمال، كبار الزعماء الموجودين في الولايات المتحده، اعضاء الكونجرس من الاحزاب الحزبين الديمقراطي والجمهوري. يعني بتبقى في زخم كبير جدا بمجرد وصول سياده الرئيس حتى اللحظات الاخيره اللي هي مغادرته نيويورك. طيب انا عايز ارجع معاك لجزئيه استقبال ابناء الجاليه المصريه في نيويورك للرئيس، يعني استعداداتهم عشان يستقبلوا الرئيس، وحقيقه ان الصور عماله بتتوالى لينا حتى اللحظه دلوقتي لانه في احتشاد هناك كبير جدا، يعني دي صور من استقبال الجاليه المصريه. انا عارفه انه دايما بيكون المصريين اللي في المهجر او المصريين اللي في الخارج في حنين وشوق ليهم لبلدهم، وفكره انه رئيس بلدهم يكون في الزياره هناك دي بتديهم نوع من انواع الاحساس بالامان والطمانينه انه احنا مع ابنائنا في الخارج، احنا مع المصريين في الخارج ايا ما كانوا، في تواصل دايما. الاحتفالات دي والمصريين هناك، يعني هذه الصور اللي فيها هذا الاحتشاد اعتقد انها صور طبيعيه جدا، تلقائيه جدا، جايه من صميم قلوب مصريين في الخارج ولكنهم يشعرون بالتحديات الكبيره التي يمر بها الوطن. كلمنا اكتر عن المشاركه دي لانه الحقيقه انه الساعه 3 العصر بتوقيت امريكا بالفعل في قافله اتوبيسات بتنطلق من امام كنيسه مار جرجس في جيرسي، فكلمنا اكتر عن اتفضل. يعني مبدئيا النهارده هو يوم عمل، وكمان من ازحم الايام في الولايات المتحده الامريكيه لانه بيصبح اجازه عامل زي يوم الخميس عندنا كده. ما منعش اعداد كبيره جدا من المصريين، ويمكن اللحظات الاولى اللي وصلت ليها للولايات المتحده الامريكيه في عمليات حجز، عمليات حب وخروج للترحيب للرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده مش هيكون اول ولا اخر الاحتفالات او الاحتفالات اللي هي سياده الرئيس. مبدئيا الاحتفال الاول في يوم الاحد هيكون اعداد كبيره جدا هتخرج لاستقبال الرئيس امام مقر اقامته. يوم الثلاث ده هيكون الحجز الاكبر اثناء القاء الرئيس في كلمته امام الجمعيه العموميه في الامم المتحده، وهتكون يعني احتفاليه بشكل كبير جدا، تكون فيها كبار في السن، اطفال شايلين اعلام مصر، رافعين صور. عايزين يقولوا له ايه يا استاذ عماد؟ يعني معلش، يعني احنا هنسمع دلوقتي ونشوف المصريين هناك وهم بيستقبلوا الرئيس وواقفين بيحتفلوا، بس انا عايز اسالك، انت اكيد في الفتره دي اتكلمت مع عدد كبير منهم هناك، عايزين يوجهوا رسائل يقولوا للرئيس ايه؟ عايزين يقولوا ايه لرئيس جمهوريه مصر العربيه؟ هو الرساله الرئيسيه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دي يمثل مصر، والترحيب بيه هو ممثل مصر بيتكلم بلسانها، وفي نفس الوقت عدد كبير جدا زي ما حضرتك عارفه ده لا نطاق ولا رياء، دي اعداد خرجت، ناس بتسيب شغلها، ناس بسيطه جدا، اسر بتخرج بتعتبرها احتفاليه في حب مصر، بيقولوا الرئيس احنا بنحبك، بيقولوا ان احنا بنثق فيك، بيقولوا ان انت ماشي على الخطى الصحيح، احنا بنجدد الثقه في الرئيس عبد الفتاح. في ناس قاعده معظمها هنا، في ناس كثيره جدا يمكن ما نزلش مثلا اكثر من 5 سنين 10 سنين، في ناس فيها 29 سنه. الجاليه المصريه في الولايات المتحده الامريكيه يعني شديده الحب والاخلاص لوطنها مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي شايفه ان هو ممثل للوطن وشايفه حجم الانجاز اللي هو بيعمله عشان خاطر اخواتهم واسرهم اللي موجودين في مصر وعشان خاطرهم هم كمان. فدي بتبقى ابرز الرسائل، وده يعني الحب اللي انا بشوفه من سنه 2014 من اول زياره للرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره لفعاليات الجمعيه العموميه للامم المتحده. بشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز الكاتب الصحفي عماد خليل، صحفي بالمصري اليوم.